دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. اليوم أصعب من الذكور، لأنهن صرن يخرجن إلى المدارس، يخرجن إلى الوظائف وإلى الأعمال، فحافظوا عليهن عند خروجهن، لا يخرجن متجملات، لا يخرجن سافرات، لا يخرجن متهتكات، اضبطوهن بالستر والحياء والحشمة، لا تركب الواحدة مع سائق غير محرم لها، لأن هذه خلوة محرمة. وكم حصل بسبب ركوب البنت مع السائق الذي ليس من محارمها، كم حصل من الكوارث والفساد. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على أولادكم ذكوراً وإناثاً، لأنكم مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى، ولأن فسادهم خسارة عليكم في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله عباد الله، حافظوا على ذرياتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء،